فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الأكل بعد بدء الأذان؟ هل يجوز الأكل بعد بدء الأذان أم يجب الإمساك عند سماع التكبير مباشرة للصائم؟ نعم، إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فأمسك إذا بدأ، لأنه ما بدأ إلا وقد طلع الفجر. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.